طيب دلوقتي مشاهدينا نروح لاميا مرة تانية عشان نعرف منها أخبار الطقس، لكن المرة دي هيكون بالتفصيل أكيد يا لاميا. شكرا لك أحمد، وصباح عليكم مشاهدينا مرة تانية. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس النهاردة هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل شوية ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك سلاميا، وصباح الخير على أهلا بيك. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة. احنا اليوم طبعا مستمرين في التحسن في الاحوال الجويه على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه خلال فترات الليل بنتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا معتدله في درجات حرارتها، فبالتالي بنحس بالاجواء المائله للحراره على سواحلنا الشماليه اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد. ده خلال فترات النهار، بتظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، الأجواء بتكون معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة كمان أن مستمر معنا تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية مع تكونها زي ما قلنا في الساعات المتأخرة من الليل، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. الأجواء المستقرة دي هتستمر معنا إن شاء الله على مدار هذا الأسبوع، وهيكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 32 وال 31 درجة مئوية. طيب خلينا نسأل، هنحس إمتى بانخفاض درجات الحرارة في الأيام اللي جاية دي ولا لسه شوية؟ هو احنا ان شاء الله متوقع ان فصل الخريف يبتدي 23 سبتمبر يوم الجمعه القادمه باذن الله، تدريجيا هنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره خاصه فترات الليل، هنبدا نحس بنسمه البروده فترات الليل في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. تدريجيا ان شاء الله مع بدايه فصل الخريف هيكون مع نهايه شهر 9 ان شاء الله. يعني امتى بالظبط هنستقبل بقى الشتاء ونقول خلاص الصيف خلص والحر بتاعه خلص ومفيش خلاص رطوبه؟ يعني احنا بنقول لسه قدامنا فصل الخريف، طبعا فصل الشتاء متوقع يبتدي 21 ديسمبر، لكن فصل الخريف هو طبعا بينقلنا من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه لفصل الصيف لانخفاض نسب الرطوبه اللي دايما بنشهدها في فصل الخريف ان شاء الله. طبعا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي هنستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. القاهرة العظمى 32 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 22، اسكندرية 30-23، العالمين الجديدة 30-22، مطروح 28-21، ودمياط 29-24، إسماعيلية 33-23، والسويس 32-24. بورسعيد العظمى فيها 30 والصغرى 23، العريش 30-22، كاترين 29-20، طابة 32-23، حلايب 34-26، شلاتين 36 والصغرى 27، شرم الشيخ 34-26، والغردقة 34-25. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف العظمى فيها 33 والصغرى 21، الوادي الجديد 38-22، أسيوط 35-21، سوهاج 36-22، قنا 37-24، الأقصر 38-25، أسوان 38-25. ودلوقتي نروح لأحمد وبسنت نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.